الدوري السنة دي شكله عامل ازاي؟ من افضل الفرق او الحصان الاسود من وجهة نظرك في هذا الدوري؟ بص يا كابتن، يعني بنسبة كبيرة لسه ما ما ظهرش بانش. موضوع الفرقة اللي هي هتبقى الحصان الأسود في الدوري. زي ما قلت لك، المنافسة بادئة من بدري جدا. يمكن حتى زي ما أنت يعني لو جبت ترتيب الجدول يا كابتن، هتلاقي مثلا تقريبا من العاشر لغاية تحت الفرق مش كبير. صحيح، هتلاقي كل الفرق قريبة من بعض، اللي بيكسب ماتش دلوقتي بينط في مركز كويس. لسه ما فيش الفروقات الكبيرة في المراكز او ما بين الفرق وبين بعض. طبعا انت بتلعب في الاسبوع التاسع وخلاص الاسبوع التاسع، فدي برضو لسه قدامنا شويه عقبال ما الامور تتضح، ان مين اللي هيكمل، مين اللي مش هيكمل، مين اللي هيفضل محافظ مين. فالامور، لا الامور انا شايف الامور السنه دي هتبقى مختلفه وهتبقى صعبه جدا، والموضوع مش هيتحسم من بدري. الماتش الجاي مين الداخليه؟ احنا عندنا الماتش جاي ان شاء الله، ام بي؟ ان اه شاء ام الله بي مع كابتن كابتن طلعت طلعت دلوقتي. مسك. اه مسك قبل الماتش ده ولا اول ماتش؟ مسك، لا مسك النهارده اول يعني تمرين اول تقريبا، يوم، يعني هتبقوا انتوا اول مباراه في اول ماتش ملعبكم ليه. ولا مش هتفرق مش كتير؟ هتفرق، احنا بنلعب على ملعب بترو سبورت برضه. والله بس هو ملعب، هو ماتشهم يعني، هو ماتش ماتش الماتش ام بي. امبي مين ابرز اللاعبين اللي انت شايفهم لغايه دلوقتي برضو في الدوري؟ في الدوري. انت شفت 9 فرق يعني. يعني بص يا كابتن، يعني مثلا في جون ابوكا في سيراميكا شغال بشكل كويس قوي. بتتكلم على حسين الشحات الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس، حتى لما بينزل بيأدي بشكل كويس. انا بالنسبه لي برضو رضا السيد عندنا حراسه المرمى شغال ما شاء الله بحاجه محترمه جدا، وشغال بيأدي. محمد نجيب الحقيقة اللي كان بالنسبة لي ومحمد مفاجأة نجيب كبيرة جدا في بالظبط، الداخلية، يعني محمد نجيب عامل شغل رائع، فارق معانا بشكل كبير جدا، يمكن خبرته ووجوده. من الناس اللي فارقه معانا السنه دي، ويمكن يعني دوره جوه الفرقه ومع الماتشات باين الحمد لله. يعني هتلاقي يعني في هتلاقي في كل فرقه كابتن لعيب او اتنين ماشيين بشكل كويس. احمد الشيخ عامل طفره في المحله، هداف الدوري. ده في الدوري 6 اهداف. فماشي برضه بشكل كويس، واداؤه واضح الفتره اللي فاتت مع غزل المحله وفارق معاهم. فيعني هتلاقي يعني في لعيبه كتير ظهرت الفتره اللي فاتت بشكل كويس يعني.